ونذهب بكم الآن لمتابعة جانبين من المؤتمر الذي يعقده وزير التموين لتكريم عدد من الطلبة المتفوقين. السيد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لواء دكتور مهندس عمر عبد المنعم مدكور مستشار الدكتور الوزير لنظم المعلومات، إخواتي وبناتي النخبة المميزة من الطلاب الأعزاء الموفدين من الصرح العلمي العريق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، السادة الحضور، ونحن في هذه الاحتفالية بإتمام تدريب طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتسليم شهادات اجتياز التدريب. يطيب لي أن أتقدم لكم جميعا بعميق الشكر على كل ما قدمتموه خلال هذه الفترة من توجيه ومساندة، وعلى حسن التعاون والتنسيق التام لإنجاز هذه المهمة التي تعزز أواصر التعاون وتدعم الروابط ما بين العلم والتطبيق العملي، وتجمع إلى جانب المعارف النظرية الخبرة العملية والميدانية في منظومة متناغمة بين الجامعة وواحدة من أهم الوزارات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية في إطار الجهود الدؤوبة لترشيد وتوفير الدعم وتنشيط التجارة وتفعيل جهود الرقابة وحماية المستهلك وضبط الأسواق. فقد حاولنا ترجمة هذا التوجه من خلال البرنامج الذي تم إعداده على النحو التالي: تقسيم الطلاب لثلاث مجموعات، كل مجموعة حصلت على تدريب بالجهات الثلاث: ديوان عام الوزارة، جهاز تنمية التجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولمدة أسبوع بكل جهة بالتبادل مع باقي المجموعات. وقد تم الإعداد لبرنامج التدريب بمعرفة كل جهة المنوط بها التدريب، وقد تم تدريب الطلاب بنقل الخبرات لهم على المستوى المعرفي والمهاري والزيارات الميدانية خلال الفترة من 30/7 إلى 17/8/2017. ونحن نحتفل بنجاح البرنامج واجتياز طلابنا الأعزاء لهذه الدورة التي نأمل في تحقيق الغاية المنشودة منها بإكساب الدارسين المزيد من المعارف والمهارات. فقد عملنا على قدر المستطاع أن تتاح لهم الخبرات العملية والعلمية، وندفع بهم إلى التعرف على مجالات الأداء الحكومي وطبيعة العمل به سواء بالوزارة أو الجهات التابعة. ونقدر لكم جميعا جهدكم المبذول، ونأمل في المزيد من التعاون، ونطمح للمزيد من تطوير الفكرة وترسيخ أوجه الاستفادة والتواصل. إذ نتوقف أمام ما قدمناه بالدراسة للوقوف على الإيجابيات ونقاط التميز لتدعيمها والتعزيز من وجودها، وكذلك السلبيات للعمل على تلافيها وتجنبها مستقبلا. وما زلنا نطمح في المزيد من تعزيز أواصر التعاون والعلاقات المتميزة بين الوزارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بكل تميزها وتميز طلابها. ونأمل أن يكون برنامج التدريب قد قدم الدعم العلمي والعملي لمساندة شبابنا الواعد المثقف من طلاب الكلية للتعرف على حقيقة الجهود التي تبذلها الدولة وأجهزتها الحكومية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وبذلك يكونوا قادرين على مواجهة الحياة العملية وازدهار وتقدم وطننا الغالي العزيز مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ومعكم الله وصددكم وسدد على طريق الخير خطابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير السيد الوزير الأستاذ دكتور علي مسلحي، الزميلة العزيزة الأستاذة الدكتورة شيرين شواربي، السادة الحضور الكرام، أبنائنا الطلبة وطالبات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. أنا سعيدة جدا أن أنا أكون موجودة معكم النهاردة. تخرج دفعة من المتدربين من وزارة هامة كوزارة التضامن كوزارة التموين، أيوة سابقا كانت التضامن فعلا، التموين والتجارة الداخلية. البرنامج اللي هو تم تقديمه النهاردة اللي انتهى الطلبة منه برنامج متميز كما سبق وأن أشار سيادة الوزير والأستاذة إيفون. الطلبة راحوا في ثلاث مجالات أساسية: ديوان عام الوزارة ضربوا فيه، الشركة القابضة، ومجال تنمية التجارة الداخلية. لا شك ان المجالات الثلاثة دي احنا مهتمين بها جدا كاقتصاديين. في رأيي ان وزارة التموين والتجارة الداخلية من اهم الوزارات المجموعة الاقتصادية على الاطلاق، لان هذه الوزارة معنية بتوفير احتياجات المواطنين والحفاظ على مستوى معيشتهم، احتياجاتهم من السلع الغذائية المتنوعة
واعتقد ان مفيش مواطن بيتكلم عن مستوى المعيشه الا ما يكون دايما في باله هذه الوزاره الحيويه التي ارجو ان تكون لها دائما رياده في دولتنا ان شاء الله. الحاجه اللي احنا كسبناها او اللي ابنائنا الطلبه كسبوها، ودي ما كانتش على فكره بتتعمل قبل كده، وانا بشكر الحقيقه الدكتوره شيرين وطبعا سياده الوزير وكل العاملين في هذا المجال انهم اتاحوا هذه الفرصه للتدريب. ربط العلم بالممارسه مهم جدا. احيانا كتير يقول لك يا جماعه دول عالم اكاديميين ما عندهمش فكره. لا، مش عالم اكاديميين، انتوا نزلتوا واتدربتوا في وزاره من اكثر الوزارات ارتباطا بحياه المواطن وهي وزاره التموين. فانتوا كده ابتديتوا تربطوا في بدري في حياتكم العمليه ان شاء الله ما بين اللي انتوا بتتعلموه والممارسه العمليه. فانا بشكر هذه الفرصه اللي هي اتيحت لكم لابنائنا الطلبه، وبتمنى ان شاء الله ان يكون في دورات قادمه، لانه ده مهم جدا لابنائنا الطلبه للوزاره انها ممكن قوي تلاقي فيك منكم بعضكم عناصر بارعه متميزه ممكن تعمل في الوزاره. كان هذا جانبا من تكريم وزارة التموين والتجارة الداخلية لعدد من الشباب الذين اجتازوا دورة تدريبية بالوزارة بحضور وزير التموين دكتور علي المصلحي.